نفوس العراق. نعم. إيش قد أكو بطاقة؟ إحنا ماخذين نفوس العراق طبعا من وزارة التخطيط باعتبارها هي الجهة المختصة بهذا الموضوع. اعطتنا رقم تقريبي لان ما مسوين تعداد على مود نعتمد عليه بالشكل الرسمي، من التخميني 42 مليون نفوس العراق. احنا المسجلين حاليا في نظام المعلومات المدني ما يقارب 30 مليون. انتم عابرين مرحله؟ نعم عابرين مرحله الحمد لله. واصدار البطاقه الوطنيه 28 مليون و607 بطاقه.